مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تك على قناه الظفرة. وياكم خديجه البلوشي، خريجه هندسه اتصالات والكترونيات من الجامعه الامريكيه في راس الخيمه. تابعوني. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في اولى فقرات برنامج تك. معانا اليوم طالبين متميزين من كليه الهندسه قسم هندسه الاتصالات والالكترونيات. معانا الاخ ثابت الرمسي ومنير احمد. حياكم الله. الله يحييك. نبدا مع الاخ ثابت، ممكن تعرف المشاهدين عن نفسك؟ وياكم طالب ثابت الرمسي، هندسه اتصالات الكترونيات، هذه اخر سنه حق في الجامعه. منير احمد قاسم، السنه الرابعه جامعه الامريكيه في راس الخيمه قسم الاتصالات والالكترونيات. حياكم الله في برنامج تك. اخوي ثابت، حاليا انتم تشتغلون على مشروع لتنقيه النفط، ممكن تحدثنا اكثر عن المشروع؟ طبعا بالحقيقه المشروع عباره عن قياس نسبة نقاوة النفط في الأنبوبة. فالمشروع بشكل عام احنا استخدمنا المايكرو سيستم لقياس نقاوة النفط بالنسبة للنفط الخام. فعندنا بالحقيقة بتكون أنبوبتين، واحد نفط خام وواحد نفط مع شوائب مع ماي، مع ونشوف كم نقاوة هالمخلوط أو هذا النفط مع شوائب مقارنة بالنفط الأصلي. إنزين أخ ثابت، ممكن تحدثنا عن استخدامات هالجهاز؟ طبعا هالسؤال كأنك تسأليني شو الهدف وليش اخترنا بالضبط. فهو احنا اخترناه لأن احنا دولتنا غنية بالنفط، ولأن دولتنا يعني في عندنا وايد شركات معتمدة على البترول على النفط، فاحنا لما نسوي الجهاز يخدم هالشركات. شو المميز في هالجهاز، او شو السبب اللي يدفع الشركات ان تستخدم هالجهاز ولا ان تستخدم يعني اجهزه اخرى؟ نعم، الحين في موجود الاجهزه الموجوده يا اجهزه تقيس نقاوة البترول بدقه شديده بس صعب ان تنقلها من مكان لمكان، او الاجهزه الموجوده اللي يستخدموها في السايت تكون مش دقيقه. فاحنا نحاول نوجد جهاز يطلع لنا نتائج دقيقه وسهل حمله من مكان لثاني. أخ منير، ممكن تحدثنا عن بداية المشروع وكيف خطرت لكم الفكرة؟ في البداية أولاً أعطينا الفكرة للدكتور، فالدكتور ساعدنا وطور الفكرة، فالحين صار لنا مدة 5 شهور تقريباً كل أسبوع نجتمع الدكتور، كل أسبوع لنا هدف، والحمد لله الحين وصلنا للنهاية تقريباً، إن شاء الله الباقي سهل إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن تحدثنا عن المراحل اللي اتبعتوها خلال العمل على المشروع؟ طبعا في البدايه بدينا نبحث في الانترنت، نبحث في السوق شو اللي موجود، شو اللي لازم يتطور. وصلنا لنتيجه نهائيه، سوينا تصميم واجتمعنا الدكتور، الدكتور طور الفكره، يعني ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه وصلنا للي نبغيه، وان شاء الله باقي الاشياء العمليه خلال شهر شهرين بنكون مخلصين ان شاء الله. اخ ثابت، احسك تبغى تضيف شيء فتفضل.
احنا طبعا خلصنا، هو المشروع عباره عن قسمين، قسم نظري وقسم عملي. القسم النظري طلعنا الارقام والاشياء هذه في خلال 5 شهور اللي فاتت، احنا طلعنا الارقام، الحين باقي علينا القسم الثاني اللي هو العملي. فاحنا بدينا نسوي الاشياء العمليه، وبعد ما خلصناه فان شاء الله خلال شهرين ان شاء الله بنخلص الاشياء، وان شاء الله تكون يعني الشيء اللي بغيناه واحسن من اللي بغيناه ان شاء الله. ان شاء الله بعد ما تخلصون المشروع، هل فكرتوا ان المشروع يكون قابل للتسويق او ان الشركات تتبناه؟ اكيد احنا من اول ما سوينا المشروع احنا نفكر بهالهدف، ان احنا نسوق المشروع، فاحنا شغالين تعبانين عليه عسى بنوصل لهالنقطه لهالمرحله ان شاء الله. فان شاء الله انه يكون مشروع بيرفكت ونقدر ان نسوقه للشركات. انزين، ما حاولتوا تتواصلون مع شركات للتسويق يعني، او ان تحاول ان تطلبون من هالشركات تتبنى الفكره تتبنى المشروع؟ الصراحه ما سوينا هالشيء، بس ان شاء الله بعد ما يخلص ان شاء الله بيكون عندنا وقت ان نسوقه وان نرويهم الشغل الكامل. اخ منير، ممكن تحدثنا عن اشكال الدعم اللي وفرتها لكم الجامعه؟ الحمد لله الجامعة موفرت لنا مختبر خصيص للي عنده مشاريع من قسم الهندسة بعيد عن الكلاسات، مختبر يعني ما تسمع فيه إزعاج ولا شيء، هادي مختبر، والأجهزة متوفرة إن شاء الله في المختبر، وإذا مش متوفرة الجامعة تعطينا الدعم المالي لتوفير الأجهزة بدون أي صعوبات من ناحية من ناحية الأجهزة والدعم. شو هي الأدوات اللي استخدمتوها في المشروع؟ استخدمنا السوفت وير والهارد وير. في البداية السوفت وير استخدمنا برنامج بي سبايس كما هو موضح في الشاشة. البي سبايس يعطيك نتائج للرسومات، تقدر ترسم فيه، تقدر تطلع نتائج ورسومات وتحليلات للمشروع حقك. هل الجهاز قابل للتطوير؟ طبعا أي جهاز بيكون أكيد قابل للتطوير، وإن شاء الله في المستقبل نتعلم أشياء أكثر، وبناء على هالأشياء بنطور الجهاز. إنزين، شو هي استخداماته؟ يعني هل يمكن أن نستخدمه في شيء آخر؟ طبعاً إذا طورنا الجهاز يمكن نستخدم طريقة ثانية، نقيس نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغرفة مثلاً، يعني في نقدر شوي نلعب في الجهاز ونستخدم في مجال ثاني. منير، حدثنا عن الصعوبات اللي واجهتكم خلال العمل على المشروع. في البداية الصعوبة الأولى كانت تطوير الفكرة والوصول إلى النتيجة المثالية. ثانياً عندنا التصميم، الوصول للتصميم النهائي أخذ منه جهد كثير، وإيجاد النتائج الصحيحة أيضاً أخذ منه وقت أكثر. طبعاً حاب أضيف أنا شيء، أن الدوائر الإلكترونية إحنا كطلاب جامعة يعني هالشيء جديد بالنسبة لنا، صح نتعلمنا خلال 4 سنوات عن الدوائر الإلكترونية، بس أن نوصل لمشروع تخرج يعني بالنسبة لنا نعتبره شيء كبير. فنتحط مثلا كابستر مكان ريزستر ولو باس فلتر وهاي باس فلتر وهالاشياء اخذ منه وقت لما تعلمناه، واحنا تعلمنا خلال احنا نسوي تجربه، يعني صح احنا تعلمنا بالكلاسات كيف نوجد هالاشياء، بس يوم تسوي الاشياء عمليا تختلف وتشوف اغلاطك وتستفيد وتحاول وتربط بين اللي درسناه وبين الاشياء العمليه. فكان صعبه، بس الحمد لله الأشياء يعني مساعد الدكتور ما قصر ويانا صارت أسهل وأسهل. ممكن تلخص لنا شو استفدت من هالتجربة؟ أكيد استفدنا أشياء كثيرة، أشياء يمكن إحنا حاسين فيها وأشياء ما حاسين فيها. من الأشياء اللي إحنا حسينا فيها إن كيف إحنا ننظم وقتنا، لأن الشغل كان وايد علينا، فلازم نرتب، نسوي لنا خطة أسبوعية، في أشياء أنا لازم أسويها، في أشياء منير لازم يسويها، يعني لو ماشيين مع بعض ممكن ما نخلص، فكل واحد نوزعنا الشغل بينه وبينه ونتلاقى ونشوف شو سوى وانا شو سويت ونربط مع بعض. فاستفدنا كيف احنا ننظم وقتنا وكيف نعمل كفريق واحد، وبعد كيف نربط الاشياء النظريه بالاشياء العمليه، وان شاء الله في المستقبل اذا اشتغلنا في شركات ونقدر ان احنا نصمم هالدواء الالكتروني ونقدر نستفيد من الشركه اللي سويناها، نقدر نسوي شركه اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. ومنير، انت شو استفدت من المشروع؟ نفس الشيء تقريبا، استفدنا العمل الجماعي،
العمل كفريق واحد، واستفدنا ايضا من الاشياء العمليه النظريه اللي اخذناها في الكلاس، كيف نطبقها في التجربه وكيف نطبقها خلال الميدان العملي ان شاء الله، كيف نربط الاشياء النظريه مع العمليه. هل شاركت في مشاريع قبل هالمشروع؟ نعم، كان عندي مشروع قبل هالمشروع اسمه كيفية تصميم الروبوت لشغلة معينة. هي الشغلة كلها على البرمجة، كيف أبرمج الروبوت عشان يسوي لي شغلة معينة، مثلاً تمييز الألوان كله بس يعمل عن طريق الحساسات، وأنا شغلي بس برمجة كان. بما أنك تشتغل على هالمشروع وفي مشاريع اشتغلت فيهم قبل، فيا ترى هل بنشوفك في المستقبل مخترع؟ إن شاء الله في البداية بحاول أكمل الدراسة العليا الماستر والدكتورة، وبعد ذلك إن شاء الله تشوفيني مخترع. شو بالنسبة لك أخ ثابت؟ قبل إحنا اشتركنا في مشاريع بس مشاريع صغيرة، يعني خلال الكورس بسيطة مدتها شهر شهرين بس، ما اشتغلنا كمشروع، ما اشتغلنا على مشروع كبير نفس مشروع التخرج اللي اشتغلنا عليه ومدته سنة كاملة. وإن شاء الله إذا في فرصة إن شاء الله نكمل ماستر ونكمل دكتوراه ونستفيد من الدراسة العليا إن شاء الله، وليش لا، الواحد يطمح إنه يكون مخترع في المستقبل. الأخ ثابت الرمسي ومنير أحمد أشكركم على حضوركم، وإن شاء الله نشوفكم في المستقبل مخترعين كبار. تعرفنا على طالبين مهندسين من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ومشروعهم المتميز. فاصل ونواصل. من المرافق المهمة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مكتبة صقر، التي لا تقتصر فقط على توفير الكتب وإنما تقديم خدمات متنوعة للطلاب. اليوم بنتعرف أكثر عن مكتبة صقر مع الطالب محمد الشحي. حياك الله أخوي محمد. الله حييك. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ اسمي محمد الشحي، خريج إدارة أعمال تخصص المالية. محمد، ممكن تخبرنا أكثر عن مكتبة صقر بشكل عام؟ طبعاً مكتبة صقر موجودة في قلب الجامعة الأمريكية، في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والمكتبة تقدم الكثير من الخدمات والكتب والمراجع اللي تساعد الطالب في تحصيلها العلمي. محمد، ممكن تخبرنا عن أهم الأقسام في المكتبة؟ طبعاً أهم الأقسام الموجودة في المكتبة، في عندنا قسم الكتب، وعندنا قسم الأقراص المدمجة، وفي عندنا غرف دراسية للجروبات المجموعات، وفي غرف دراسية للإنديفيدجولز اللي هم الأفراد. ممكن تخبرنا عن أنواع الكتب الموجودة؟ أنواع الكتب الموجودة طبعاً متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، وموجود في الجامعة فوق الأكثر من 15,000 كتاب لساعد الطالب في البحوث الدراسية. شو بالنسبة للمحتوى الرقمي؟ بالنسبة للمحتوى الرقمي في الجامعة أكثر من 4,000 سيديات وديفيديات باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها أفلام وثائقية، منها أفلام تخص طلاب الهندسة عن تخصصات الهندسة، منها عن طلاب البزنس، وفي منها أفلام تخص البيوتكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك في عندنا داتابيسز، 12 داتابيس متعاقدة معها المكتبة من جامعات خارجية، وهذه الداتابيسز تخص التخصصات اللي ذكرتها سابقا اللي هي الهندسة والبزنس والبيوتكنولوجي. هل محتويات المكتبة تلبي احتياجات الطالب؟ بالطبع تلبي احتياجات الطالب. مثلا أنا عندي هالسمستر ماخذ كلاس اسمه ريسيرش ميثودولوجي، وأعمل ريسيرش عن لماذا المدرسين الجامعة الأمريكية اختاروا الجامعة الأمريكية أن يدرسون فيها، ورجعت للمكتبة وحصلت الكثير من الكتب اللي تساعدني في البحث مالي. وبعد زيادة إلى هذا الداتابيزز بعد حصلت فيها انفورميشن تساعدني في البحث اللي هو أعمله في كلاس ريسيرش ميثودولوجي. فالجواب لسؤالك نعم،
المكتبة تفيد الطالب في البحوث العلمية اللي يسويها خلال الدراسة. شو بالنسبة لاستعارة الكتب؟ بالنسبة لاستعارة الكتب أختي خديجة، في بعض الطلاب يقدرون يشترون الكتاب، بس في بعض الطلاب الآخرين ما يقدر يشتري الكتاب، فيرجع للمكتبة أن يستعير الكتاب من المكتبة عشان يوفر لها المال. وهذه الخدمة في المكتبة عندنا غير عن الجامعات الأخرى، أن تقدر تجدد اللي هو استعارة الكتب مالك مرتين لكل طالب، إلا إذا في طالب آخر حاول يأخذ الكتاب هذا فيأخذ الكتاب عن الطالب اللي هو يجدد اللي هو مثل ما يقولون استعارة الكتاب. زين، شو بالنسبة للكتب اللي ما تكون موجودة، يعني لو طالب محتاج لكتاب معين ومو موجود في المكتبة؟ بالنسبة للكتب اللي مش موجودة، طبعا المكتبة مكتبة صقر في الجامعة الأمريكية متعاقدة مع الكثير من الجامعات اللي هي موجودة في الدولة، وبعض الجامعات الموجودة من خارج الدولة. فإذا الكتب مش موجودة، تقوم المكتبة تخاطب هذه الجامعات اللي معها اتفاقيات أو الجامعات اللي هي برا الدولة، وتجيب الكتاب للطالب ويستعيره بنظام الاستعارة اللي نفسه توني ذكرته، اللي هو يستعيره أو يجدد الاشتراك مرتين. بالإضافة إلى موضوع الاستعارة أختي خديجة، هي ليست مقتصرة بس على طلاب الجامعة الأمريكية، بل لقاطنين إمارة رأس الخيمة والإمارات بشكل عام. فمثلا في طلاب من جامعات أخرى الكتب مش موجودة عندهم جامعاتهم، فيجون وممكن يتوافر هذا الكتاب موجود عندنا نحن في الجامعة، فيجون ويستعيرون الكتاب من جامعتنا نحن. وكذلك في القطاع التعليمي في بعض المدرسين والمدرسين يحتاجون إلى مراجع وكتب، فممكن يجون إلى الجامعة الأمريكية وجامعة صقر بالتحديد ويستعيرون الكتب من جامعتنا. أخوي محمد، ممكن تأخذنا بجولة في مكتبة صقر وتعرفنا أكثر على أقسامها؟ أكيد، تفضل خلنا نشوف أقسام المكتبة. أختي خديجة، الحين وصلنا قسم الكتب، فإذا في طالب عنده بحث مثلا عن الامريكان ليتريتشر مثلا ويبحث عن كتاب يخص هذا البحث، يروح يشوف بالهني بي اس امريكان ليتريتشر، يروح طبعا داخل وين البي اس موجود، هذا البي اس، هذه الكتب كلها تخص اللي هو الامريكان ليتريتشر او البحث اللي هو ريليتد تو امريكان ليتريتشر. اوكي، وهني الاقسام الثانيه هذه مثلا الماثيماتكس، ماثيماتكس هني وفي ماثيماتكس هني، فيزيكس، أسترونومي هني مثلا، فيزيكس، كيمستري، جيولوجي، الناتشرال ساينس، ما الناتشرال ساينس. فمثل ما تلاحظين ان تقريبا مخصص الكتب الساينس محطاها مع بعض، كتب البزنس محطاها مع بعض، نشوف هني الميديسن، الهايويز انجينيرنج رودز، هذه كتب الانجينيرنج محطاها مع بعض عشان يسهل الوصول للكتب هذه. اوكي، هني مثلا الالكترونز، نيوكليير انجينيرينج، نيوكليير انجينيرينج هني وهني وهني. هني مثلا موجوده المارينز اند سب كلاس، الارميز، بوكس، جنرال بوكس ورايتنج والبوكس وتريد لايبريز وبيبليوغرافيز اللي هو المصادر مال المصادر الموجوده هني، وتبحثين عنها بهالصوب مثل ما اشرت سهم. هذه أختي خديجة غرفة الدراسات الفردية، فيها مزودة بكيبل كهرباء، ممكن تجيبين لابتوبك وتدرسين بعيد عن ضوضاء الجامعة، وفي متوفرة هالغرفة أكثر من واحدة. أختي خديجة، هذا قسم الأقراص المدمجة، فتوفر عندنا هني في المكتبة سيديات ودي في ديات. هاي سيديات مثلا أفلام للطلاب وقت الفراغ، ما وقت الفراغ توفر افلام، وفي هذه الايوراك بابليكيشنز، وفي بعد العديد من الافلام الوثائقيه والوثائقيه تخص التخصصات الموجوده في الجامعه عندنا. اخوي محمد الشحي، اتشكرك على حضورك واتمنى لك التوفيق. العفو اختي خديجه، واتمنى اني اعطيتكم معلومات كافيه عن مكتبه صقر بالجامعه الامريكيه في اماره راس الخيمه. ما قصرت. الله يخليك. مشاهدينا الاعزاء، فاصل ونواصل. مشاهدينا
الأعزاء رجعنا لكم من جديد. معانا اليوم موهبتين متميزتين، الأخت سارة الحمادي والأخ عامر الطنيجي. أهلا وسهلا فيكم برنامج تك. مرحبتين وصباح الخير. نبدأ بالأخت سارة، ممكن تقدمين نفسك للمشاهدين؟ اسمي سارة أحمد الحمادي، طالبة سنة رابعة تخصص التقنية الحيوية في الجامعة الأمريكية. عامر الطنيجي، تخصص إدارة الأعمال في الموارد البشرية، سنة ثانية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. أهلا ومرحبا فيكم. عامر، بما أنك موهوب في الشعر وإلقاء الشعر، ممكن تعرفنا أكثر عن علاقتك بالشعر؟ ممتاز. علاقتي بالشعر بدأت وأنا في المراحل السنية الابتدائية ثم الاعتادية ثم في المرحلة الثانوية. هي طبعا ولا شك أنها موهبة ربانية ولله الحمد. هذه الموهبة زرعت في الجرأة في كل المحافل المحلية والاحتفالات الدولية. في هذه المرحلة هي إلقاء الشعر، هي تكون أكثر في الجرأة في الخطابة في الارتجال في طرح هذه المادة الشعرية. وطبعا بالنسبة للإلقاء الشعري دائما أختار أنا الكلمات مش من كتابتي، إنما هي من كتابة جهابذة الشعر في الوطن العربي وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ففي هذه المناسبة أختارها دائما في اليوم الوطني، لأن الجمهور يكون دائما في شغف للمادة الشعرية والمادة الأدبية والمادة العلمية اللي هي تجعل هذا الوطن تنافسي أكثر مما هو عليه في هذا الواقع. وأحببت أن أشارك في هذه المناسبة بشعر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لما ظهر عندنا كأسعد شعب في دولة الإمارات وأسعد شعوب العالم. فأبتدي هذا الشعر وأقول: شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم، من عهد زايد إلى يوم الحساب، بالكرامة والشرف عاش محشوم، في فرح ما نغصه حد بعتاب، يوم حوله أغلب الناس بهموم، وما درى بالهم محفوظ الجناب، وما درى بالخوف وأطفاله سلوم، وما درى بالهم محفوظ الجناب، وما درى بالخوف وأطفاله سلوم، ولا حسب في يوم للحاجة حساب، ولا انهضم حقه إذا الغير مهضوم، مورده عذب إذا غيره سراب، له خليفة محتسب في كل يوم، له خليفة محتسب في كل يوم، وكل مطلب له على الحاضر مجاب. عن شعبنا جت لنا أحلى العلوم، أنه أسعد شعب شياب وشباب، الحكومة له على الواجب تقوم، وكل يوم ينفتح للخير باب، هي شهادة حق من ربع وخصوم، هي شهادة حق من ربع وخصوم، وعن تعبنا وجهدنا أوضح جواب، يعل فال الخير لبلادي يدوم، طاب فالك بالخير أنا، يعل فال الخير لبلادي يدوم، طاب فالك دارنا بالخير طاب. هذه بعض الأبيات لسيدي صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة حصول دولة الإمارات على شرف أسعد شعوب العالم. صح لسانك أخوي عامر. الحين ننتقل للأخت سارة، ممكن تخبرينا أكثر عن موهبتك في الكاريكاتير؟ بالنسبة للرسم، وهو هواية بديتها لما كنت بسنة صغيرة تقريباً بالابتدائية، ثاني ابتدائية أو شيء من شيء. بديت كباقي الأطفال اللي يكون لهم هوس بشخصيات والت ديزني بشكل عام. الأنمي الياباني كان له تأثير كبير عليا. وبالنسبة للكاريكاتير، هي
أفكار جديدة بدأت فيها من تقريباً كم سنة بالمرحلة الجامعية. الفكرة نفسها بتجسيد أعضاء الجسد على شخصيات فكاهية كانت مرحة عصبية أو جدية، هي بحد ذاتها تعطينا فرصة في فهم المادة بطريقة أسهل، وهو كان السبب الأساسي اللي خلاني أتوجه للكاريكاتير من ناحية المواد العلمية وغيرها. سارة، شو هي الأسباب اللي شدتك للكاريكاتير؟ رسم الكاريكاتير جداً ممتع، يعطيك المجال أنك تحطين أفكارك تجسدينها بطريقة مختلفة، تسهل الفهم مثل ما ذكرت. ويعني أنا لقيت نفسي متحيرة بين شغلتين، أنا أحب الأحياء وايد وأحب الرسم وايد، ففكرت بطريقة أن أدمج فيها الشغلتين مع بعض بحيث أنها تطلع فكرة جديدة، اللي هي أن نبسطهم من خلال رسوم وقصص مصورة. إنزين، يا ترى حبك يعني لهالنوع من الرسومات والكاريكاتير كان السبب إنك اخترتي تتخصصين في البايوتكنولوجي؟ بصراحة أنا لين تخرجت من الثانوية ما كان عندي صورة واضحة أنا شو أتخصص بالضبط. كنت أحب الفنون الجميلة، لكن بنفس الوقت لي أحلام وطموحات في من الناحية العلمية. فإن شاء الله مستقبلاً بعد ما أتخرج راح أبذل مجهود من الطرفين، وراح يعني ناوي إن شاء الله بإذن الله إني راح أنتج قصص مصورة تبسط عمليات الجسم، يعني تكون مختصة بالأحياء. نرجع لك أخ عامر، هل هناك أمسيات أو مسابقات شاركت فيها، أمسيات شعرية؟ نعم، هناك عدة مشاركات وأمسيات شعرية شاركت فيها. المشاركات دائما تكون في الطابع التعليمي، الطابع الأكاديمي، أقصد بهذا أن في مجال الجامعات، في مجال التنافسية، في المدارس، حضور الدورات والمؤتمرات في دبي، هذه كان لها طابع كبير وتأثير في حياتي، خصوصا عند حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميا في الكفاءة وجودة القرارات الحكومية وغياب البيروقراطية، وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. وفي هذا الخصوص قد ذكرت سالفا أن أمتد أني أخذ الامتداد الشعري من ديوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وفي هذا أطرح بيتين لأبارك لدولتي ودولتي الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنافستها الشريفة عالميا وطموحها اللامحدود. يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مطلع قصيدته مجد الإمارات، يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مطلع قصيدته بعنوان مجد الإمارات: نحن القصيد ونحن اللحن والوتر والقول والفعل والإنجاز والظفر، لنا الصدارة، لنا الصدارة في علم وفي عمل، وفي كل يوم لنا مجد ومفتخر. وصح لسانكم. صح لسانك أخوي عامر. ننتقل الآن إلى الأخت سارة، حدثينا أكثر عن من هم جمهور الكاريكاتير، ويا ترى هل هناك أيضا يعني مسابقات فكرت إنك تشتركين في مسابقات؟ الكاريكاتير ما له جمهور بعمر محدد، الكبار والصغار كلنا كلنا من هواة الكاريكاتير أعتقد والقصص المصورة. بالنسبة للمعارض ما لي مشاركات كبيرة، لكن في فعاليات الجامعة اشتركت ببعض اللوحات واشتركت للقصة المصورة في البايوتكنولوجي دي اللي هي جسدت طريقة حدوث السرطان، كانت فكرة زميلتي أحلام، هي كتبت النص وبناء على أفكارها يعني أعطتني التفاصيل كيف تبي الشخصيات تكون. رسمتها تقريبا كانت بحدود 10 صفحات، ولقينا قبول كبير من الجمهور، من الطلاب، زملائي في التخصص وغيره، حتى الدكاترة والمدرسين أعجبوا بهاي الفكرة، فأعتقد أن لها مستقبل كبير في بعدين لقدام إن شاء الله. أختي سارة، وين تشوفين نفسك في المستقبل؟ سؤالك محير شوية، لأن أنا حاليا في نزاع داخلي بين الاثنين، يعني أشوف نفسي عالمة في مختبرات أطور أبحاث،
أطور دراسات، أعالج أمراض وعقاقير وأدوية، لكن بنفس الوقت حابة يكون لي إنتاج الخاص، فكرتي الخاصة وإخراج الخاص في القصة مصورة. أتمنى لك كل التوفيق. والأخ عامر، وين تشوف نفسك في المستقبل؟ في المستقبل دائما هناك جملة تقول الطموح ليس له حدود، ودائما نمتد من الطاقة الإيجابية، طاقة الإيجاب يلي تفهمون كامنة فينا وتبغي الانتباه. طبعا كطموح مستقبلي دائما كوني مواطن إماراتي يجب علي رد الجميل، وهو واجب وليس جميل، إنما هو رد الواجب لهذا الوطن في خدمته كما خدمني، في خدمة الأجيال المستقبلية، وإن شاء الله أكون قادر على حمل هذه المسؤولية في المستقبل، والشكر موصول لكم. شاعرنا المبدع عمرو الطنيجي، أتشكرك على حضورك. العفو. وأختي الرسامة سارة الحمادي مشكورة على الحضور، وأتمنى لكم التوفيق. شاكرين لكم. هذا أنشطة متنوعة وعديدة تقام هنا في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، سنتعرف عليها ولكن بعد الفاصل. اليوم المفتوح، اليوم الوطني، يوم للجاليات، برنامج المواهب، رحلات علمية داخلية وخارجية، كل هذا هنا في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. سنتعرف عليها أكثر مع زميلتي عاشة الزعابي. أهلين فيك عاشة. أهلين. ممكن تعرفينا أكثر عن نفسك؟ اسمي عاشة الزعابي، أول سنة هنا عندي في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أدرس موارد بشرية، إن شاء الله خير. ممكن تخبرينا أكثر عن يوم الجاليات؟ هي عندنا طبعاً إيفنتات وايد تسوينا في الجامعة، عندنا الجلوبال داي اللي هو يوم الجاليات، كل عندنا كل جالية وكل دولة عندنا هنا موجودة عندهم مكان مخصص لهم يعرضون فيه أشياءهم التراثية، سواء كان أكل أو لبس أو أي شيء. طبعاً كل سنتين يسوونا مرة عندنا هنا في الجامعة تقريباً. المرة اللي فاتت فازت دولة الإمارات، عقب 3 سنوات فازت دولة الإمارات. كانوا مسوين كثير من الأشياء، منها كديكور، يعني كانوا جايبين سيارات الكلاسيكية القديمة، كانوا جايبين اللبس التراثي، طبعا كلهم كانوا لابسين موحد، لبس موحد. عندنا بعد الرقصات الشعبية، الأكل الشعبي، الحنة بعد، وتفاعلوا ويانا الدكاترة الأجانب أو الجمهور الأجنبي فعلوا ويانا، وحصلنا رضا الجمهور، وعدنا سوينا مسرحيات والعرس الإماراتي القديم وعرضنا لهم عشان يعرفون تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا ويتعرفون عليها ونعرف كيف نتعامل معها. زين، وشو بالنسبة لليوم الوطني؟ وش الأشياء المعينة اللي تسوونها في اليوم الوطني؟ التجهيزات طبعاً كل مواطنين يعدلون الجامعة، نجيب أكل مال أول، يعني ننظم الجامعة بشكل عام، إن اليوم يدخل الواحد يعرف أشياء أنا إحنا كيف. شيء جدا رائع. شو بالنسبة لليوم المفتوح؟ اليوم المفتوح طبعا نسوي آخر السنة، يجيبون المشاريع، الناس بتخرجين يعرضوا مشاريعهم علينا،
نجيب لهم للطلبه طلبه المدارس يجون يعرضون وعشان يعرفون يتعلمون. انزين ممكن تخبرينا عن الانشطه الرياضيه اللي تقام هنا في الجامعه؟ عندنا مثل كره القدم، عندنا كره سله، كريكت، كونين فريق في الكريكت، عندنا كره اليد، لاعبين عندنا، وعندنا جيم، والجيم ها متوفر، محطين ساعات للبنات وساعات للشباب يلعبون فيه، في الكثير يعني في متوفر فيه الاجهزه كلها المطلوبه. زين خبرينا اكثر عن كره قدم، يعني عندكم فريق في الجامعه؟ ايه عندنا فريق، ومن يومين كانوا متبارين مع تقنيه الشباب موجوده في راس الخيمه، وفي يعني يلعبون مع فرقه برا، ان شاء الله نوصل ان شاء الله. وشو هي الأنشطة المرتبطة بالطالبات في الجامعة؟ طبعاً عندنا هو مسموح لهم في أي أنشطة رياضية، وعندهم جيم مثل ما ذكرت إن وقت محدد، وعندنا الطالبات يقدمون لهم رحلات خاصة للطالبات، عندنا الفاشن شو اللي كانوا مسوينه، كان ما حد دخل الجامعة، طالبات فقط في الأوتودوريوم كانوا مسوين فاشن شو. عندهم بعد رحلة، كانوا مسوينهم رحلة إلى كوريا الشمالية، كانت للطالبات بس رحلة تعليمية. هل هناك أي تفاعل أو إقبال من الطلاب على هالنوع من الفعاليات؟ أكيد في إقبال، مو بداخل الجامعة، حتى من خارج الجامعة، طلاب الجامعات الأخرى، أهالي الطلبة يحضرون عندنا في الإيفنتات، جميع الإيفنتات بشكل عام. في اقبال كبير صحيح. وشو هو الفعاليه اللي تستقطب اكثر عدد ممكن من الطلاب والجماهير؟ كل الفعاليات اللي نقدمها، بس يعني الاكثر شيء اللي هو جلوبال داي اللي هو يوم الجاليات، ان تشوفين كل جاليه مقدمه شيء، تبغى تتعرف على العادات والتقاليد الجامعات الثانيه، تبغى تبرز عاداتها حق الدول الثانيه اللي يمكن غير معروفه. صراحة شيء وايد حلو إن نعرف الطلاب على عاداتنا وتقاليدنا، ونتعرف على عاداتهم وتقاليدهم، ونعرف كيف نتعايش ويا بعض. أتشكرك أختي عاشة على حضورك، وأتمنى لك التوفيق. شكرا على استضافتك. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. كانت معاكم خديجة البلوشي، خريجة هندسة اتصالات وإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. مع السلامة. Thank you.